على ماتش الارجنتين وبولندا، ماتش مهم جدا يعني صعود الارجنتين معدي يعني يمكن احنا يعني تابعنا طبعا ماتش السعوديه ما كناش مركزين قوي مع الارجنتين، لكن احنا هنعدي على مشوار الارجنتين يا عمر، ويعني وطريق الارجنتين. الارجنتين اعتقد طريقها بقى سهله قوي يا عمر بمواجهه المنتخب الاسترالي. بولندا هتواجه منتخب فرنسا، مباراه تبقى صعبه جدا، لكن تستاهل بولندا بصراحه. يعني حلال بس عايز اسالك يا عمر على فكره، منتخب الارجنتين كان عنده او يعني كان ترشيحات متجهه ليه بشكل كبير جدا مع بدايه المونديال، انه واحد من الفرق اللي قد تكون هي المرشح الاول قبل طبعا ما نشوف الجوله الاولى من كل الفرق. بدانا نحس ان لا في مشاكل عند مش عشان هزيمه السعوديه على فكره، لا واضح ان المنتخب الارجنتيني مش هو يعني. لكن ساعات المنتخبات دي تلاقي منتخب كده مش يعني بيدخلكش في المود ان هو ممكن ياخد بطوله، ويفضل يتسرسب ويتسحب وطريقه يبقى سهل وبتاع، وفجاه تلاقيه في الفاينل. على فكره المانيا نفسها عملت كده في 2002، ارجنتين نفسها عملت كده في 2014، اسبانيا عملت كده في 2010، اسبانيا عملت كده في 2010 اول هدف 2006. فيعني الموضوع ده يعني وارد جدا يعني. فهل انت شايف الارجنتين بعد الفوز بعد المواجهه اللي جايه امام استراليا، فبالتالي هتديها اريحيه شويه وانت تلعب امام فريق اضعف منك بكتير، قادره انها تكون لسه عند ترشيحات او عند ظن بعض الناس انها مرشحه اول للبطوله؟ قادره طبعا، لان انا كمان عجبني سكالوني بصراحه رغم اخطائه في مباراه السعوديه، واللي هو ادى يعني كان من اسباب الهزيمه للمنتخب السعودي كمان، ان هو كان ما كان يعني كان شويه ما بيتحركش، ما غيرش من فكره، كان دايما واثق ان المنتخب الارجنتيني بالمهارات الفرديه اللي عنده هيعرف يعمل الفارق ده قدام المنتخب السعودي، ولكن المنتخب السعودي قدر يكسب المباراه. ولكن في مباراه المكسيك وثم بولندا عجبني اختياراته كمان، الفكره كلها ان هو رجع المنتخب الارجنتيني. كانت اكتر نقطه بتنقص المنتخب الارجنتيني هي الجماعيه شويه، المنتخب ما كانش جماعي، عنده عناصر كتير بس العناصر كتير مش طالعه مع بعض، انما هو عمل التوليفه دي شويه، قدر يحط من التوليفه دي، قدر يبقى عنده تشكيل اساسي بعناصر تخش جوه. يعني انضمام ماكاليستر من برايتون، عمرك ما كنت تتخيل ان لعيب زي ماكاليستر يلعب في تشكيل منتخب الارجنتين الاساسي، وباولو ديبالا قاعد على الدكه ايا كان جاهزيته الفنيه يعني، بس انا بكلمك في نفس الكونسبت يعني. كان الاسماء دايما هي اللي يعني الاسم دايما هو اللي بيبقى متفوق حتى لو كان مش في مستواه بالظبط يعني. لا فاجمالا المنتخب الارجنتيني، لا انا حتى بعد مباراه السعوديه قلت لا يعني هيرجع تاني ويقدر يرجع، وعنده من الامكانيات ان هو يرجع. الاستعانه كمان بجاستن الفاريز، واحد من اللعيبه الموهوبين جدا والمهمين جدا، ولا وتعرف تستغله ازاي يعني. هي النقطه كلها ان هو بيعرف يستغل ازاي، بيعرف النهارده يستغل رودريجو دي بول بشكل جيد جدا، يعرف يستغل انزو فرنانديز بشكل جيد جدا. خد اي لعيب من تحت جوارديولا وانت يعني ترجعش ورايا، طالما انا ما ترجعش ورايا يا باشا تمام يعني. هو دي نقطه مهمه زي ما قلت لك، هو الاستفاده من اكتر من كم من اللعيبه اللي ممكن اسمائهم مش زي الاسماء اللي انت ممكن تلجا لها في الطبيعي المنتخب الارجنتيني، ولكن التوظيف مهم جدا. فاسكالوني حالته مع المنتخب الارجنتيني مهمه جدا ومفيده جدا.